المعاش الاساسي من 250 225 لعند 450، واللي يساوى بين الكل، يعني طفل عمره سنتين عنده اعاقه يتساوى برب اسره يعول الاسره نفس المرتب 400 نفس المعاش، هو حتى اسمه معاش. فيعمل الشخص ذو الاعاقه يعامل الشخص ذو الاعاقه كمريض، ينظرون من ناحيه مش كشخص او كانسان، ينظرون من ناحيه طبيه فقط، ان شاء الله نحن نقول الاعاقه في البيئه مش في الشخص نفسه. يعني لما يكون في بيئه مهيئه او بيئه ميسره على اشخاص ذوي الاعاقه حيتحرك زي اي شخص اخر. نلجوا للقانون، لان انا شخصيا تعرضت لتهديدات دوليه. يعني تشوف بالاضافه الى مشاكل ثانيه، وعندنا مشاكل ما لها حصر في مشاكل واجده وزاره التربيه والتعليم وزاره الاعاقه، انا متحكموش في حياتهم، انكم مشاركتكم مش معهم كمان. قل مشاركه الاشخاص ذوي الاعاقه لما يكون في من يحدد لهم ان هم مساهم بيبلشين ان هم يقولوا كلمتهم بحريه تامه او يعطوا رايهم كاشخاص مستقلين. مهم خاصه ركزت عليه انه يستخدم في عكازات، استاذ عمر يستخدم في كرسي متحرك، اهملت انه كانسان تاهيله وانشاء او تدريبه كشخص. الاطفال المرميين على الارض على الزليز من غير فراشات من غير اي خدمات، مدير المركز لما قعدت نستفسر منه عن الموضوع اذا هذه لقيتها تخصص شهادته بيطري. اشخاص ذوي الاعاقه لا والله مصطلح يكون ادى اللي يكون الواقع نتاعها قوي عليهم، لا احنا المفروض نقولوا ذوي احتياجات خاصه، لا نقولوا عليهم ذوي همم، لا نقول عليهم ذوي اراده، احنا في شيء منشا لازم نرجع للاشخاص ذوي الاعاقه لانهم هم ادى بامور متعلقه بهم. نائمه والقوه اللي قاعدين الاشخاص ذوي الاعاقه بعد كبير قاعدين ياخذوا في معاشات السيل 450، بينما هو لو كان تم تدريبه وتم تاهيله حي شخص اخر داخل المجتمع، ما في شيء يعيقهم. اذا احنا ندير الاعاقه في البيئه المحيطه بالاشخاص، يعني لما تكون تتواجد البيئه الميسره خلاص الاعاقه تنتهي، ما عادش الشخص ما عادش يطلق عليه حتى شخص ذوي اعاقه زي اي اخر. يعني تصور الشكوى وصلت للوزير فهد 23 نقطة انتهاك، طلبنا فهد تحقيق لحد اليوم قاعدة هي مكتبة موجودة، وحولناها بالعناد خذيناها ورفعناها مشينا لمكتب الشفافية وقدمناها لمكتب الشفافية ولا في وزارة التربية والتعليم. والله لليوم ما بيستدعونا احنا للنظر في القضية هي والانتهاكات 23 نقطة. على ليبيا من 2013 وشجرة ليبيا من دول مصادق عليها في 2018 فبراير 2018 اعطيه الحق ان هو اللي حطوه الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم اللي هو الاشخاص ذوي الاعاقه واللي مصادق عليه اكثر من 168 دوله اللي هو المسمى الاشخاص ذوي الاعاقه. الاعاقه لما ذكرت مش لانقاص من حق الشخص او كذا، عفوا استاذ مبروك مش لانقاص من حق الشخص، ولكن لما جيت قلت اشخاص ذوي الاعاقه ذكرت الشخص احترمت الكينونه نتاعها كانسان، وبعدين جيت كلمه ذوي اللي هو فصلت بين الشخص وبين الاعاقه، اي تعطيني اعاز ان الاعاقه مؤقته بحاله ان كانت في بيئه ميسره، بيئه مهيئه لاشخاص ذوي الاعاقه، خلاص حتنتهي الاعاقه.